والله الأعزاء، النهاردة إن شاء الله هكون موجودة معاكم في الجزء الخامس من محاضرات الـ Development of Cardiovascular System، والنهاردة هتكلم على الـ Development of Arteries. ده الـ Pulmonary Trunk وده الـ Ascending Aorta. أخدنا في المحاضرة اللي فاتت إن هما بيجوا من الـ Truncus Arteriosus. الـ Ascending Aorta هيكمل بعد كده يبقى Arch of Aorta. الأرش أوف أورتا هيدي 3 برانشز، بريكيوسيفاليك أرتري وليفت كومن كاروتيد أرتري وليفت سب كليفيان أرتري. والبريكيوسيفاليك أرتري هيتقسم لرايت كومن كاروتيد أرتري ورايت سب كليفيان أرتري. بعد كده الأرش أوف أورتا هيكمل هيبقى ديسندنج ثوراسيك أورتا، وبعد كده ديسندنج أبدومينال أورتا، وبعد كده هيتقسم لتو common iliac arteries. ال pulmonary trunk بيتقسم ل right و left pulmonary arteries. ال left pulmonary artery بيبقى connected لل arch of aorta ب ligamentum arteriosum. في محاضرة النهاردة إن شاء الله هنعرف إيه هو ال embryological origin of ligamentum arteriosum. هتكلم بقى على ال development of arterial system، وبداية تكوينه بيبقى عبارة عن two primitive aorti. دي صورة للإمبريونيك ديسك قبل الفولدينج. أنا شايلة الإكتوديرم وببص على الإنترا إمبريونيك ميزوديرم. ده الباكو فارنجيال ميمبرين وده الكلواكال ميمبرين. اتفقنا إن بداية تكوين الهارت بيبقى عبارة عن two endocardial heart tubes بيظهروا في الكارديوجينيك أريا كرينيال للباكو فارنجيال ميمبرين. بداية تكوين الارتيريال سيستم بيبقى عبارة عن two primitive aorti. التو primitive aorti بيبقوا continuous مع التو endocardial heart tubes. بعد الفولدينج الاندوكارديال heart tubes بيبقوا موجودين ventral للفورجات. كل primitive aorta بيتقسم لثلاث أجزاء. ventral aorta ده بيبقى ventral للفورجات وبيبقى connected لأعلى حتة خالص في الـ heart tube اللي هي truncus arteriosus. ودورزال aorta ده بيبقى موجود دورزال للفورجات. وaortic arch artery، الaortic arch artery ده بيعمل connection ما بين الventral aorta على الventral aspect of the embryo والدورزال أورطة على الدورزال أسبكت of the embryo. لو احنا بصينا على الشكل، ادي التو endocardial heart tubes وده كده واحد من التو primitive أورتي وده primitive أورطة التاني، وكل واحد فيهم بيتقسم بعد الفولدينج لتلات أجزاء. ventral أورطة ده بيبقى connected لأعلى حتة خالص في الهارت تيوب اللي هي truncus arteriosus وبيبقى موجود على الventral aspect of the embryo ventral للفورجات. ودورزال aorta بيبقى موجود دورزال للفورجات. وaortic arch artery ده بيعمل connection ما بين الventral aorta والدورزال aorta. لما الـ two endocardial heart tubes حصل لهم fusion into single heart tube، الـ two ventral aorti هم كمان حصل لهم fusion مع بعض وعملوا aortic sac. ده الشكل لو بصينا، ادي single heart tube وهنا الـ two ventral aorti حصل لهم fusion مع بعض وعملوا aortic sac. الـ aortic sac بيتكون من stem وتو هورنز او تو لمبس. كل هورن فيهم هيبقى كونكتد لأورتيك ارش ارتري اللي هيبقى بعد كده كونكتد للدورزال اورتا. فاكرين في موديول الماسكولوسكيليتال تو لما اخدنا الفارنجيال ارشز، وقلنا وقتها ان هم عبارة عن 6 كيرفد سيلندريكال ميزوديرمال ثيكنينجز اون ايتش سايد اوف ذا فارينجز. لما الفارنجيال ارشز بتظهر الاورتيك ساك
بيبعت برينش بيمشي جوه كل فرنجيال قرش. البرينشز دي هنسميها aortic arches. طيب لو افتكرنا مع بعض الفرنجيال arches كان عددهم 6 pairs، يعني كانوا 6 على اليمين و 6 على الشمال. الأورتيك arches هي كمان عددها 6 pairs، يعني 6 على اليمين و 6 على الشمال. بتطلع من الأورتيك sac على الventral aspect of the embryo، وبعد كده بتمشي جوه الميزينكايم of the pharyngeal arches على يمين وعلى شمال الفارينكس لحد ما توصل دورزالي وتبقى كونكتد مع التو دورزال اورتي. كودل لسادس اورتيك ارش، التو دورزال اورتي هيحصل لهم فيوجن مع بعض ويعملوا سنجل او كومن دورزال اورتا، وبعد كده الدورزال اورتا هيتقسم لتو كومن ايلياك ارترز. لو بصينا كده في الصوره دي، ادي الاورتيك ساك ودول التو دورزال اورتي، ودول عباره عن الاورتيك ارشز، هم عباره عن 6 pairs of arteries بتطلع من الاورتيك ساك على الفنترال اسبيكت اوف ذا امبريو، وبعد كده تمشي جوه الفارينجيال ارشز on each side of the pharynx عشان توصل دورزالي وتبقى كونكتد مع التو دورزال اورتي. يبقى لو بصينا كده اللي باللون الاصفر ده الاورتيك ساك. الاورتيك ساك هنا متلون باللون الاصفر بشكل ثابت لاخر المحاضره، بيبقى كونكتد لاعلى حته في الهارت تيوب اللي هي الترانكس ارتريوزس. ده الرايت دورزال اورتا وده الليفت دورزال اورتا. التو دورزال اورتي بيتحدوا مع بعض كودل للسكس اورتيك ارش ويعملوا هما الاثنين كومن دورزال اورتا، ودي الاورتيك ارشز زي ما اتفقنا هي عباره عن 6 pairs of arteries بيطلعوا من الاورتيك ساك وبيمشوا جوه الميزينكايم of the pharyngeal arches on each side of the pharynx وبيبقوا connected مع التو دورزال اورتي. الارتريز اللي بتطلع من اللاترال اسبيكت اوف ذا تو دورزال اورتي دي بنسميها سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتريز. السيرفايكال انتر سيجمنتال ارتريز عددهم 7. انا هشيل الستة دول من الصوره وهخلي السيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري رقم 7، يبقى ده الرايت 7th سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري وده الليفت 7th سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري. في محاضره النهارده مطلوب مني اني اعرف 3 حاجات: الفيت اوف اورتيك ارشز، والفيت of the two dorsal aorti، والفيت of aortic sac. هتكلم عليهم الأول كلهم مع بعض وبعد كده هرجع أتكلم على الفيت بتاع كل واحد منهم بشكل منفصل. لو بصينا كده في الصورة دي نلاحظ إن الأورتيك arches في أجزاء منها اختفت، نفس الشيء بالنسبة للتو dorsal aorti. ده الشكل اللي أنا هشتغل عليه لآخر المحاضرة. فين الأورتيك ساك هنا اللي واخد اللون الأصفر؟ ده الأورتيك ساك. تعالوا بقى نشوف يا ترى إيه هو الفيت of aortic arches وإيه هو الفيت of the two dorsal aorti. أول حاجة الفيرست أورتيك arch هيختفي وهيفضل جزء صغير يعمل الماكسيلاري ارتري. تاني حاجة السكند اورتيك ارش هيختفي وهيفضل جزء صغير يعمل ستابيديال ارتري. الثيرد اورتيك ارش هيطلع منه بض، البض دي هتعمل الاكسترنال
كاروتيد ارتري. يبقى الجزء ده من الثيرد اورتيك ارش هيعمل الكومن كاروتيد ارتري، والجزء ده هيبقى الانترنال كاروتيد ارتري، لان الكومن كاروتيد ارتري هيتقسم لاكسترنال وانترنال كاروتيد ارتريز. السيجمنت من التو دورزال اورتي اللي موجوده ما بين الثيرد والفورث اورتيك ارشز، الجزء ده بسميه داكتس كاروتيكس، وده بيختفي على الناحيتين. لحد دلوقتي الشينجز اللي حصلت على اليمين هي ذات نفسها الشينجز اللي حصلت على الشمال. الفيت of the fourth aortic arch هيختلف حسب أنا على اليمين ولا على الشمال. ال right fourth aortic arch وال right dorsal aorta وال right seventh cervical intersegmental artery هيعملوا ال right subclavian artery. يعني ال right subclavian artery جاي من 3 sources، من ال right fourth aortic arch وال right dorsal aorta وال right seventh cervical intersegmental artery. لو جينا على الشمال اللي باللون الأصفر ده الأورتيك ساك، الأورتيك ساك هيعمل جزء من الأرش أوف أورتا، الأرش أوف أورتا اللي عندنا إحنا في الأدلت. بقية الأرش أوف أورتا هيجي من الليفت فورث أورتيك أرش والليفت دورزال أورتا. الليفت سيفنث سيرفيكال إنتر سيجمنتال أرتري هيعمل كل الليفت subclavian artery. يبقى ال right subclavian artery بيجي from 3 sources، من ال fourth right fourth aortic arch وال right dorsal aorta وال right seventh cervical intersegmental artery. إنما ال left subclavian artery ده هيجي من ال left seventh cervical intersegmental artery. الفيفث أورتيك أرش هيختفي على الناحيتين. سادس أورتيك أرش بيتكون من جزئين، فنترال بارت اللي لونه بيج ودورزال بارت. الفنترال بارت الفيت بتاعه على اليمين زي على الشمال، إنما الدورزال بارت هيختلف الفيت بتاعه حسب على الناحية اليمين أو على الناحية الشمال. الventral part هيعمل ال right وال left pulmonary arteries. بالنسبة لل dorsal part على اليمين هيختفي، على الشمال هيفضل على هيئة duct بتعمل connection ما بين ال left pulmonary artery وما بين ال arch of aorta، بنسميها ductus arteriosus. يبقى لو عايز أقول تاني ال fate of aortic arches and two dorsal aorti، ال first aortic arch بيختفي وبيفضل جزء صغير بيعمل maxillary artery، ال second aortic arch بيختفي وبيفضل جزء صغير بيعمل stapedial artery، ال third aortic arch هيطلع منه bud هيعمل external carotid artery، والجزء ده هيبقى common carotid artery، والجزء ده هيبقى الانترنال كاروتيد ارتري، بس مش الانترنال كله، جزء منه البروكسيمال بارت اوف انترنال كاروتيد ارتري. انما الديستال بارت اوف انترنال كاروتيد ارتري ده هيجي من الديستال بارت اوف ذا دورزال اورتا. السيجمنت من الدورزال اورتا اللي موجوده ما بين الثيرد والفورث ارشز دي اسمها داكتس كاروتيكس، ودي بتختفي على الناحيتين. لحد دلوقتي الفيت على اليمين زي الفيت على الشمال، بعد كده الفيت على اليمين وعلى الشمال هيبدأ يبقى فيه اختلافات. ال right fourth aortic arch وال right dorsal aorta وال right seventh cervical intersegmental artery ده هيعمل ال right subclavian artery. لو جينا على الشمال الجزء اللي باللون الأصفر ده الأورتيك ساك،
ده هيعمل جزء من الارش اوف اورتا، بقيه الارش اوف اورتا ده هيجي من الليفت فورث اورتيك ارش والليفت دورزال اورتا. الليفت سيفنث سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري ده هيعمل كل الليفت سب كليفيان ارتري. الفيفث اورتيك ارش هيختفي على الناحيتين. السيكث اورتيك ارش بيتقسم لجزئين، فنترال بارت ودورزال بارت. الفنترال بارت هيعمل الرايت والليفت بالمونري ارتريز، والدورزال بارت على اليمين هيختفي وعلى الشمال هيفضل على هيئه دكت اسمها دكتس ارتريوسس. تعالوا بقى نشوف نتكلم على الفيت اوف اورتيك ارشز لوحدها، وبعد كده هتكلم على الفيت اوف ذا تو دورزال اورتي لوحدهم، وبعد كده هتكلم على الفيت اوف اورتيك سيت. اول حاجه هتكلم على الفيت اوف اورتيك ارشز. الفيرست اورتيك ارش هيختفي ويسيب جزء صغير يعمل ماكسيلاري ارتري. السكند اورتيك ارش هيختفي ويسيب جزء صغير يعمل ستابيديال ارتري. الثيرد اورتيك ارش هيعمل الكومن كاروتيد ارتري والبروكسيمال بارت اوف انترنال كاروتيد ارتري. الرايت فورس اورتيك ارش هيعمل جزء من الرايت سبكليفيان ارتري. الليفت فورس اورتيك ارش هيعمل جزء من الارش اوف اورتا، تحديدا الميدل بارت اوف ارش اوف اورتا. الفيفث اورتيك ارش هيختفي على الناحيتين. سادس اورتيك ارش بيتكون من جزئين، فنترال بارت ودورزال بارت. الفنترال بارت هيعمل الرايت والليفت بالمونري ارتريز. الدورزال بارت على اليمين هيختفي وعلى الشمال هيفضل على هيئة دكتس ارتريوزس. تعالوا بعد كده نتكلم على الفيت اوف ذا تو دورزال اورتي. ده الرايت دورزال اورتا وده الليفت دورزال اورتا. هتكلم على الفيت بتاعهم لوحدهم. كرينيال لي الثيرد اورتيك ارش، الدورزال اورتا هيعمل الديستال بارت اوف internal carotid artery. الجزء من الدورزال اورتا اللي موجود ما بين الثيرد والفورث اورتيك ارشز ده بنسميه ductus caroticus، وده بيختفي على الناحيتين. ما بين الفورث اورتيك ارش والسيفنث سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري على الناحيه اليمين ده هيعمل جزء من الرايت سبكليفيان ارتري، وعلى الناحيه الشمال ده هيعمل جزء من الارش اوف اورتا، تحديدا انهي جزء؟ هو الديستال بارت اوف ارش اوف اورتا. الجزء من الدورزال اورتا اللي موجود ما بين السيفنث سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري وما بين الكومن دورزال اورتا على اليمين هيختفي وعلى الشمال هيفضل ويعمل برضو الديستال بارت اوف ارش اوف اورتا. نيجي بقى للفيت اوف اورتيك ساك. فين الاورتيك ساك هنا في الصوره اللي متلون باللون الاصفر؟ زي ما اتفقنا في اول المحاضره، الاورتيك ساك بيتكون من ستيم وتو هورنز، رايت هورن وليفت هورن. الرايت هورن هيعمل البريكيوسيفاليك ارتري، والبريكيوسيفاليك ارتري بيبقى كونتينيوس مع الرايت كومن كاروتيد ارتري اللي جاي من الرايت ثيرد اورتيك ارش، ومع الرايت سبكليفيان ارتري اللي جاي من الرايت فورث اورتيك ارش.
الستم والليفت هورن اوف اورتيك ساك، ده هيعمل البروكسيمال بارت اوف ارش اوف اورتا. تعالوا بقى نتكلم على الديفلوبمنت اوف ارش اوف اورتا. الارش اوف اورتا بيتكون من 3 بارتس، بروكسيمال بارت ده هيجي فروم 2 سورسز، وميدل بارت ده هيجي فروم 1 سورس، وديستال بارت ده هيجي فروم 1 سورس. البروكسيمال بارت ده هيجي من الستيم والليفت هورن او الليفت لمب اوف اورتيك ساك. الميدل بارت هيجي من الليفت فورث اورتيك ارش، والديستال بارت هيجي من اللور بارت اوف ذا ليفت دورزال اورتا. تعالوا نشوف مع بعض تفسير وجود difference in the course between right and left recurrent laryngeal nerves. انتوا طبعا عارفين من الاناتومي ان الرايت ريكورنت لارينجيال نيرف ده بيجي من الرايت فيجاس وبيلف تحت الرايت سبكليفيان ارتري، والليفت ريكورنت لارينجيال نيرف ده بيجي من الليفت فيجاس وبيلف تحت الارش اوف اورتا. تعالوا نشوف ايه تفسير الاختلاف ده في الامبريولوجي. ده الفيجاس وهو نازل بيعدي على الدورزال بارت اوف ذا 6 اورتيك ارش. على الرايت سايد الرايت ريكورنت لارينجيال نيرف بيجي يلف تحت الدورزال بارت اوف ذا 6 اورتيك ارش، بيلاقيه اختفى فيطلع لفوق، يجي يلف تحت الفيفث اورتيك ارش يلاقيه اختفى برضو فيطلع لفوق، يلف تحت الرايت سبكليفيان ارتري. على الناحية الشمال الليفت ريكورنت لارينجيال نيرف هيلف تحت الدورزال بارت اوف ذا 6 اورتيك ارش اللي هو الدكتس ارتريوزس. الدكتس ارتريوزس دي بعد الولادة بيحصل لها فايبروزس وتتحول الى ليجامنت هنسميه ليجامنتوم ارتريوزم. ده طبعا الجزء اللي هيعمل الارش اوف اورتا. الليجامنتوم ارتريوزم ده بيعمل كونكشن ما بين الليفت بالمونري ارتري والارش اوف اورتا، زي ما احنا شايفين كده موجود ما بين الليفت بالمونري ارتري والارش اوف اورتا. علشان كده الليفت ريكورنت لارينجيال نيرف بيعدي او بيلف تحت الارش اوف اورتا على الليفت سايد اوف ليجامنتوم ارتريوزم. هتكلم بعد كده على الارتيريال سيستم ديفكتس. اول حاله اسمها patent ductus arteriosus او PDA. ال ductus arteriosus دي بتبقى مفتوحة في الانترايترين لايف، بيبقى ليها function في الانترايترين لايف. بعد الولادة بتقفل بطريقتين، بيحصل حاجة اسمها functional obliteration، ده بيحصل في خلال ايام بعد الولادة عن طريق ان بيحصل contraction للمسل وول of ductus arteriosus، وبعد كده بشهر لثلاث شهور بيحصل فايبروزز ليها وتتحول الى ليجامنتوم ارتريوزم. لو حصل فيلير اوف كلوجر اوف ductus arteriosus بعد الولادة ده هيخلي فيه شانتنج اوف بلاد ما بين الاورتيك ارش وما بين البالمونري ارتري، ودي الحالة اللي بنسميها patent ductus arteriosus. تاني كونديشن اسمها co-arcitation of aorta. Co-arcitation of aorta معناها ان في سيجمنت من الاورتا فيها ناروينج. السيجمنت دي بتبقى موجودة below the origin of left subclavian artery. ال co-arcitation of aorta بيتقسم ل 2 types: preductal type وهنا بيبقى مكان الناروينج above the ductus arteriosus، و post ductal type وهنا مكان الناروينج بيبقى موجود below the ductus arteriosus. في النوع الاولاني الاكسجينيتد بلاد هيعدي من الاورطه للهيد والنك والابر ليم، انما بالنسبه للور ليم النون اكسجينيتد بلاد بيعدي من الليفت بالمونري ارتري للاورطه عن طريق بيتنت ductus arteriosus. يعني في الحاله دي الductus arteriosus ما ينفعش تقفل، ما ينفعش يحصل لها فايبروزز علشان البلاد يعدي من البالمونري ترانك للأورطة ومنه لللور هاف اوف ذا بودي. وفي حالة البريدكتال كو اركتيشن اوف أورطة بيبقى اللور هاف
بتاع الطفل بيبقى النص التحتاني من جسمه بيبقى مزرق، والطفل في الحالة دي مش بيعيش كتير. إنما في البوست داكتال تايب الأكسجينيتد بلاد بيعدي من الأورطة للهيد والنيك والأبر ليمب. طب بالنسبة لللور ليمب البلاد هيعدي ازاي للور ليمب مع ان السيجمنت هنا نارود زي ما احنا شايفين كده؟ بتبدأ تتفتح الكولاترال سيركيليشن ما بين الأورطة وما بين الأرترز التانية، بحيث ان الكولاترال سيركيليشن هي اللي هتوصل البلاد للور هاف اوف ذا بودي. وفي حالة البوست داكتال تايب هنا الإنسان بيعيش لحد سن كبير وبيبقى خطورة المرض أقل بكتير من البري داكتال تايب. تالت كونديشن اسمها abnormal origin of right subclavian artery. احنا طبعا عارفين ان right subclavian artery ده بيجي من right fourth aortic arch، right dorsal aorta، right seventh cervical intersegmental artery. طيب لو حصل ان السيجمنت دي كانت obliterated، يعني ال right fourth aortic arch وال right dorsal aorta حصل لهم obliteration السيجمنت دي، فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان ال right subclavian artery في الحالة دي هيجي منين؟ هيجي من ال right seventh cervical intersegmental artery ومن الديستال سيجمنت اوف ذا رايت دورزال اورتا. المفروض ان الديستال سيجمنت دي نورمالي في الطبيعي اللي هي موجوده ما بين الرايت سيفنث سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري والكومن دورزال اورتا، المفروض ان هي تختفي، لكن في الحاله دي هتفضل علشان تعمل الرايت سب كليفيان ارتري. الرايت سب كليفيان ارتري زي ما احنا شايفين كده بيبقى ماسك في الاورتا في الجزء ده هنا، ده الليفت سب كليفيان ارتري. بعد كده اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان السيجمنت دي من الاورطة مع الوقت بيحصل لها شورتنينج، بتقصر، فيبدأ مكان الرايت سب كليفيان ارتري يترفع لفوق تدريجيا لحد ما الرايت سب كليفيان ارتري في النهاية هيجي على شمال الليفت سب كليفيان ارتري، بيبقى موجود to the left from the left سب كليفيان ارتري. علشان الرايت سب كليفيان ارتري يقدر يوصل للرايت ابر ليمب فما فيش طريقه ليه غير ان هو يعدي ورا الاسوفجس. الكونديشن اللي بعد كده اسمها رايت سايدد اورتيك ارش، يعني الاورتيك ارش اللي موجود على الناحيه اليمين. احنا عارفين ان نورمالي الديستال بارت اوف ذا دورزال اورتا اللي هي الجزء اللي موجود ما بين السيفنث سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري والكومن دورزال اورتا بتختفي على اليمين وبتفضل على الشمال علشان تكمل الديستال بارت اوف ارش اوف اورتا. هنا في الحالة دي بيحصل العكس، يعني السيجمنت دي بيحصل لها بيرزيستنس على اليمين بتبقى بيرزيستنت، وعلى الشمال بيحصل لها ديجنريشن، فالنتيجة ان الارش اوف اورتا بيبقى موجود على الرايت سايد. اخر حالة اسمها دبل اورتيك ارش، وهنا بيبقى فيه تو ارشز اوف اورتا، واحد على اليمين واحد على الشمال. سببها ايه؟ سببها ان الديستال سيجمنت اوف ذا رايت دورزال اورتا اللي هي موجودة ما بين الرايت سيفنث سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري والكومن دورزال اورتا المفروض ان هي نورمالي ديسابيرز، هنا بقى هتفضل مش هتختفي، وبالتالي هيبقى فيه two arches of aorta، واحد على يمين التراكية والإسوفجس وواحد على شمال التراكية والإسوفجس. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم على ال circulation of blood في ال intrauterine life أو اللي بنسميه fetal circulation، ودي بتبقى مختلفة عن ال circulation اللي موجودة عندنا بعد الولادة. الأكسجينيتد بلاد بيدخل من البلاسينتا عن طريق الليفت أمبليكال فين. الليفت أمبليكال فين هيدخل الليفر، وبعد كده هيعدي في دكت موجودة جوه الليفر اسمها دكتس فينوزس، بيدخل منها للإنفيريور فانا كافا. فتحة الإنفيريور فانا كافا بتبقى موجودة أوبوزيت الفورامن أوفال، فالأكسجينيتد بلاد هيعدي
من الانفيرو فانا كافا يدخل في الرايت اتريوم عن طريق الفورامن اوفال يوصل للليفت اتريوم. بعد كده هيعدي من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل. بعد كده هيطلع في الاسندنج اورتا ارش اوف اورتا، وعن طريق الارش اوف اورتا هيتوزع من خلال البرانشز بتاعته للهيد والنيك والابر لم. وبعد كده اللي فاضل من الاكسجينيتد بلاد هينزل في الديسندنج اورتا للور لم. يبقى انا لو حبيت اعيد الكلام ده تاني، الاكسجينيتد بلاد بيدخل البلاسينتا عن طريق الليفت امبليكال فين، وبعد كده من الليفت امبليكال فين بيمشي في داكتس فينوزس. بعد كده الاكسجينيتد بلاد هيمشي في الانفيريور فانا كافا، وبعد كده من الانفيريور فانا كافا هيدخل الرايت اتريوم وعن طريق الفورامن اوفال هيدخل للليفت اتريوم. من الليفت اتريوم هيوصل للليفت فنتريكل. بعد كده اسندنج اورتا ارش اوف اورتا يتوزع للهيد والنيك والابر لم. واللي فاضل من الاكسجينيتد بلاد هينزل في الديسندنج اورتا للور لم. النون اكسجينيتد بلاد اللي جاي من الابر هاف اوف ذا بودي بيدخل للهارت عن طريق السوبيريور فانا كافا. فتحه السوبيريور فانا كافا بتبقى موجوده اوبوزيت الترايكاسبيد اوريفيس، فالبلاد يعدي من السوبيريور فانا كافا للرايت اتريوم، بعد كده رايت فنتريكل، بعد كده هيعدي في البالمونري ارتري، وعن طريق الدكتس ارتريوزس النون اوكسجينيتد بلاد هيوصل للديستال بارت اوف ارش اوف اورتا، وهنا هيبقى ميكسد مع الاوكسجينيتد بلاد اللي جاي من الارش اوف اورتا، ويمشي في الديسندنج اورتا، وبعد كده هيعدي عن طريق الامبليكال ارتريز علشان يوصل للبلاسينتا ويحصل له اكسجينيشن. لو حبيت اعيد الكلام ده تاني، ان نون اكسجينيتد بلاد اللي جاي من الابر هاف اوف ذا بودي بيدخل للرايت اتريوم عن طريق السوبيريور فانا كافا، يبقى هو جاي كده من السوبيريور فانا كافا للرايت اتريوم، منه للرايت فنتريكل، بالمونري ترانك، وبعد كده داكتس ارتريوزس علشان يوصل للديستال بارت اوف ارش اوف اورتا، وبعد كده بينزل في الديسندنج اورتا. بعد كده بيمشي في الامبليكال ارتريز علشان يوصل للبلاسينتا ويحصل له اوكسجينيشن. بعد الولاده بتبدا تحصل تشينجز في السيركيليشن. التشينجز دي بنقسمها الى نوعين، immediate changes ودي بتحصل بعد الولادة على طول، وليت fibrotic changes ودي بتحتاج إلى من شهر إلى 3 شهور بعد الولادة. الimmediate changes بتتضمن 3 حاجات. أول حاجة لما البلاسينتا بتتقطع خلاص الأكسجينيتد بلود مش هيدخل لجسم الطفل، فالطفل هيصرخ أول صرخة، صرخة الولادة، ويبدأ يتنفس، فاللونج يحصل لها inflation، تبدأ اللونج تشتغل ويحصل establishment للبالمونري سيركيليشن، والأكسجينيتد بلود هيعدي عن طريق البالمونري فينز للليفت اتريوم. لما البلود هيعدي من البالمونري فينز للليفت اتريوم ده هيزود البريشر في الليفت اتريوم، في نفس الوقت البريشر في الرايت اتريوم هيقل علشان طبعا البلاسينتا اتقطعت، فالكمية الدم اللي داخلة للرايت اتريوم هتقل. لما البريشر يزيد في الليفت اتريوم ويقل في الرايت اتريوم، ده هيزق السيبتم برايمم على السيبتم سيكندم ويقفل الفورامن اوفال، يحصل حاجة اسمها فانكشنال كلوجر للفورامن اوفال. يعني ايه كلمة فانكشنال كلوجر؟ يعني السيبتم برايمم والسيبتم سيكندم لمسوا بعض لكن لسه ما لزقوش على بعض، ما حصلش ما بينهم ادهيجن. من ضمن برضو الimmediate changes اللي بتحصل بعد الولادة هي functional closure للductus arteriosus. كلمة functional closure للductus arteriosus معناها ان المسل وول بتاعها بيحصل فيه contraction، فالدكت بتتقفل functionally لكن لسه ما حصلش فيها fibrosis.
ده بالنسبة للimmediate changes اللي هي بتتكون من ثلاث حاجات زي ما اتفقنا: establishment of pulmonary circulation, functional closure of foramen ovale, وfunctional closure of ductus arteriosus. بالنسبة بقى للate fibrotic changes فدي بتتضمن مجموعة من الشينجز بتحصل في خلال شهر لثلاث شهور بعد الولادة، وهي عبارة عن الآتي: أول حاجة الليفت أمبليكال فين هيحصل فيه فايبروزز ويعمل ليجامنت هنسميه ليجامنت أمتيرس، والدكتس فينوزس هيحصل لها هي كمان فايبروزز وتعمل ليجامنت تاني هنسميه ليجامنتم فينوزم، والدكتس أرتريوزس هي كمان هيحصل لها فايبروزز وتعمل الليجامنتم ارتريوزم اللي هيعمل كونكشن ما بين الليفت بالمونري ارتري وما بين الارش اوف اورتا. اخر حاجه الامبيليكال ارتري، الامبيليكال ارتري احنا هنقسمه الى جزئين: بروكسيمال بارت وديستال بارت. البروكسيمال بارت ده هيفضل بيتنت، هيفضل مفتوح ويعمل سوبيريور فيزيكال ارتري، انما الديستال بارت of umbilical artery ده هيحصل له fibrosis وهيعمل ligament هنسميه medial umbilical ligament. يبقى late fibrotic changes دي بتتضمن اربع حاجات: fibrosis of the left umbilical vein علشان يعمل ligamentum teres، fibrosis of ductus venosus علشان يعمل ligamentum venosa، fibrosis of ductus arteriosus علشان يعمل ligamentum arteriosum، واخر حاجه هي fibrosis of the distal part of umbilical artery علشان يعمل medial umbilical ligament. كده انا خلصت معاكم ال development of arterial system وال fetal circulation. شكرا جزيلا.